سمير وهشام ممثلان عن حي أحمد بن عبد الرزاق ببلدية عين البية بوهران، قدما للمندوبية الولائية الوسيط الجمهورية لإيداع شكاوي متعلقة بالحي. بعد اتصالات متكررة مع السلطات المحلية تاعنا، رئيس البلدية ورئيس الدائرة واللي اجتمعنا بها، كانت كاينة وعود. للأسف هذه الوعود ما تجسدتش، حتى البوادر ما كاش، وهذا الشيء اللي دفعنا باش نتصلوا بواسطة الجمهورية باش يرفع الانشغالات تاعنا على هرم السلطة. جينا هنا المندوبية المحلية الوسط الجمهورية من أجل تسليمه رسالة مفتوحة تتعلق بالمطالب حي سكان بريدية. بعد ما سدت الأبواب في وجه المواطنين فيما يخص المطالب تاعهم المتمثلة في الأمور المعيشية البسيطة، أحد المستشارين في الاستقبال للتدقيق في فحوى ما تحمله هذه الأوراق والشروع في التحريات. فقبل الوصول إلى هذا المكتب خصص شباك عند مدخل المقر تملأ فيه استمارات البيانات الشخصية مع تحديد الموضوع لتخزينها رقميا. يخص البرنامج الموجود على مستوى المندوبية يمر عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هي الاستقبال، يتم ملء استمارة المواطن. بعد الاستقبال يتم المرحلة الثانية هي معالجة الملف. بعد معالجة الملف، الشيء الجميل في هذا البرنامج أنه يكون هناك متابعة. إحنا كي نعالجوا الملف يتم يعني إرساله إلى المصالح المعنية. عندنا الألوان الأحمر والبرتقالي واللون الأخضر، هذا الألوان تدل على ماذا؟ هناك مهلة قانونية 15 يوما، فلما يتم معالجة الملف يصبح اللون أخضر، وإذا لم تتم الرد من طرف المديرية المعنية يصبح اللون برتقالي، وإذا مر الزمن يعني 15 يوما ثم 8 أيام يصبح اللون أحمر. هذا يدل أن المديرية التي تم مراسلتها لم ترد على القضية تاع المعني بالأمر. المندوبية تستقبل يوميا أكثر من 40 شكوى من كافة بلدية وهران تمس مختلف القطاعات، ورفع الانشغالات على المواطنين وتقرب بين المواطن والإدارة. أين ما كانت عرقلة أو بيروقراطية أو كما نقولوا غضب أو غبن أو كما نقولوا واحد مظلوم، لا، الوساطة الجمهورية تقوم بتقرب إلى الإدارة المعنية بالأمر لحل المشكل في إطار القانون. اليوم كان استجابة ما شاء الله من طرف المديريات، من طرف رؤساء دوائر البلديات، وعلى رأسهم سيد الوالي. الملفات هي السكن الاجتماعي، وكان السكن كان جماعة على ديال كما نقولوا هما الثاني السكن دائما السكن، وكان التوظيف، وكان جماعة البطالة لانام، وكان المستثمرين ولا رخصة البناء. منذ جويلية 2020 يسعى المندوبون المحليون الوسيط الجمهوريه الى التقرب اكثر من شغلات المواطنين وحماية الحقوق والحريات.